غنطلق الماء ما كاينش، قلل صدو ما كاينش، مع من نهضر ما كاينش، فلوسي نصبولي عليهم. قالك خرج لي عاوتاني مول الدار. قالوك الناس لا راه ماشي دارهم، راه الدار مولاها راه فرنسا. عيطت ليا كتهدد فيا بتسجيلات، انا غنصيفط لك لي فرقع لك راسك، غنصيفط لك لي حيد لك وجهك. هاد الناس هادو زعما قاعد الحقره. يا غير الشمع، ها انت اخويا غير الشمع، غير الشمع، عندي 260 دريار في النهار ديال الشمع، ناقصين هما ديجا على الضو من المكانه، ناقصين داك الريزيرفوار ولا الريزيتور ولا شي يقولوا ليه. السلام عليكم خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. انا خوتي عندي واحد المشكل في هذا الدار، هذا السكن هذا اللي سكنت فيه. كنت كنقلب على الكرا، جابني واحد السيد تيقول له سمسار، واخا ما عنده لا محل لا حتى شي حاجه، ومهم سمسار. جابني كريت عند هاد السيده، عطيتها الايجار ديالها في الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث صيفطات ليا مع السمسار، قالت لك انا بغيت نرهن المحل ديالي. قلت للسمسار كيفاش انا من الاول انا باغا نكري ودابا هما بغاو يرهنوا؟ ما فهمتش. قال لي هادشي اللي تواصلت انا ويا السيده صاحبه المحل. مورا داكشي عيطات لي المراه، قالوا السلام عليكم بنتي لاباس الحمد لله. قالت لي انا راني بغيت نرهن المحل. قلت ليها علاش؟ قالت لي انا عندي مشاكل وخاصني فلوس باش نصلح وباش نقاد وباش ندير. انا بحكم الخدمه ديالي كندير الخدمه ديال المعامل، الحكم ديالي الدار هادي قريبه ليا المعمل الخدمه ديالي. قلت انا قلت لها شوف خالتي انا دابا فاش غنقلب على الكرا ولا هادي. قالت لي المهم الا عجبك المحل عاونينا، خلصي لنا سبقي لنا واحد 6 شهور 7 شهور الايجار ديالك، انت عاجبك المحل جلسي فيه. قلت ليها صافي ما كاينش المشكل. تصاورت انا والزوج ديالي، قلت له راه شنو ها شنو ها شنو. الزوج ديالي ما ساكنش هنايا، حتى هو راه واحد ليا في برا، ما كاين لا طيار لا اللي يدخلوا ولا حتى شي واحد، ما لقيت اللي يوقف معايا. داكشي علاش التجأت للصحافه، انا ماشي بنت هاد المدينه وما كنعرف حتى شي واحد في هاد المدينه. مهم هي هذه قالت لي، قلت لها صافي خالتي. تشاورت مع السيد ديالي الزوج ديالي، قال لي مرحبا الا انت عاجبك المحل ولا انت مرتاحه فيه ماشي مشكل، حيت انا ديجا كنخلص الكرا 4 شهور 5 شهور 6 شهور الديور، هما بالناس يجيو يشهدوا معايا ويقولك واش انا كندي الناس ديالهم. قلت له صافي. جات السيده عطيتها 3000 درهم، قالت لي غتصلح هنا كان غير حمام، قالت لك غادي تصلح غدير طواليت روميه حشاكم. قلت لها ماشي مشكل، قالت لك انا دابا ملي غنصلح اما انا غنجيب السلعه ونسيت تخلصي المعلم. ها السيد المعلم انا خلصته من عندي من جيبي 1100 درهم. قلت لها صافي، قالت لك اللي حطيتيه راه غنتقاطعوا فيه من بعد شهوره. المهم انا في التوتال كامل عطيه السيده 192 الف ريال بالديتاي. ناط المراه هاد الشهر هذا عيطت ليا، قالت لي السلام عليكم بنتي. قلت لها عليكم السلام. قلت لها خالتي كي درتي معايا باغا تعطيني وصل كراء بانني انا كاريه عندك وانا مخلصه لك العام؟ قالت لي انا راه ما بقيتش مسؤوله على الدار، راه اللي مسؤوله على الدار ها هي جايه. تما جات واحد السيده كتقول لك انا مولات الدار، انا اللي داري شريتها من عند خويا، هما بحكم الناس وبحكم صحاباتي شاهدين شريتها ب 90 مليون. قالت لك شريت الدار ب 60 مليون، كانت عندي 60 مليون، صيفطت لي بنتي 20، عطاني صيفط لي ولدي 10، هي 90 مليون شريتها من عند خويا. قالت لك انا اللي غتعرفيني وانا اللي انا اللي غندير معاك الكونطرا دابا وانا اللي غنعطيك الوصل الكراء. قلت ليها صافي. قالت لي شحال بقات بينك وبين مرت خويا عائشه؟ قلت ليها ما بقى بيناتنا غير 16000 ريال ديال شهر واحد. قالت لي شهر واحد اللي بقى بيناتكم؟ قلت لها شهر واحد اللي بقى بيناتنا. قالت لي بنيتي عافاك داك الشهر الاخران ديال زعما لا فان دو مو ديال شهر 12. قالت لي عطيه ليا. قلت لها واخا خالتي، جات قبطات 400 درهم وراه جات قبطات 300 درهم، اخر نهار جات قبطات 100 درهم اخر نهار. قلت ليها صاحبتي، قالت لها عندك؟ حيت صاحبتي بنت هنايا بنت هاد القنت. قالت لها صاحبتي عندك وتمشيو تقطعوا عليها الضويا، المهم اللقب ديالها سميتها بيدوزه. قالت ليها داك بيدوزه تمشي تقطعوا على البنت الضو الماء، البنت برانيه ماشي بنت هاد القنت، وانا خوزي راه ساكنه حدا سيدي مسعود، وداك النهار جبدوا البنت ميته من القبر وانا اللي حيه، شنو بغاو الناس هادو يديروا ليا؟ مهم قالت لها عندك وتقطعوا على السيده الماء والضو. قالت لك حنا جاتنا خطيه، هاد خطيه الدار 4 الايطاج، جاتها السيده 619 درهم. قالت لك خطيه، ما عرفتش شحال بغاو هاد الناس لا راضيين تحسب ليهم الضو، واش 50 درهم من الشهر؟ ما عرفتش انا. المهم انا بحكم انا فايته تنكري عارفه الدار كتكون كبيره، يعني 14000 ريال الفوق
الظلمه لا كانوا كارين عباد الله. بالظلمه دابا خرجوا لي بوعويده ديال الخطيه. انا جايه قلت لها فاش قالت لها صاحبتي غتعاونها. المهم هي هذه قالت لها صاحبتي قالت لها ها انت قبضتيها فاطمه ومن الله يعطيك السر دابا عندك تقطعوا على البنت الظلمه. قالت لها لا لا بنيتي وهي غتعاوني في الخطيه ما يمكنش ما يمكنش وهي بحال بنيتي وتتبوس فيا وتتعنق في هاد البلاصه هذيك وكانت تتهضر. مشاو اخوتي الجمعه اللي فاتت فقت غنصلي غنطلق الماء ما كاينش قلصت الضو ما كاينش مع من نهضر ما كاينش فلوسي نصبولي عليهم داولي رزقي خلاوني هنا جالسه باب الدار مفرقعه راهي ساقطه ما كايناش من الجمعه للجمعه غدا ان شاء الله 8 ايام واش هاد الحكره هادي لاش انسان ما قادش على شي كراء ما يتلاحليش انسان ما قادرش يوفر داكشي ديال الانسان اللي كاري عندك انا خلصتك كل ما خلصتكش عادي نقديها بالشمع ونقول ماشي مشكل تاهي راه واقفه على داك الرزق اوا هما الاوديو يس كلش واحد هذاك قالك خرج لي عاوتاني مول الدار قالوك الناس لا راه ماشي دارهم راه الدار مولاها راه فرنسا عيطنا للسيد اللي في فرنسا السلام عليكم عليكم السلام سيدي راه ساكنه عندك اياها بنتي عرفت كدا هادي قال لي يا بنتي شنو خصك قلت له راه الزوجه ديالك والاخت ديالك راه قطعوا عليا الظلمه صافي يا بنتي كوني على يقين انا غدا غنتصل بهم نقول لهم صيفط لي اوديو قال لي انا راه اتصلت بالزوجه ديالي ما كتهضرش معايا مدبزه معايا حيت هو راه مجوج مجوج مرة في فرنسا وعنده هادي هنا هادشي اللي تيقولوا الناس انا ما تنعرفهمش اسيدي المهم هي هذيك انا ما لقيت في من نقبط ما لقيت في من نهضر مشيت عند السيده ديك بيدوزه الملقبه ببيدوزه مشيت عندها المحل ديالها تندق 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 ما كاينش عيطت ليا كتهدد فيا بالتسجيلات انا غنصيفط لك اللي فرقع لك راسك غنصيفط لك اللي حيد لك وجهك هاد الناس هادو زعما قاعد حقره لا انا لا الجيران راه غير الجيران ما لقيتهمش دابا الجيران واحد السيد توفات له بنته مسكينه في اوكرانيا الله يرحمها من هذا المنبر طلبوا لها خوتي المغاربه كاملين بالرحمه يا ربي ان شاء الله راه غير انا ودوك الدراري صافي اللي ساكنين حيت هما هاد الساكن من بعد فاش انا سكنت وقبطوا مني الكرة كانوا كيتشكوا في الاول من صاحب القهوه كيقول لك هاد صاحب القهوه ما كيخليهمش يكريو الناس هنايا هو صعيب هو تيطلوا له على الزوجه ديالو قالوا لي خاصك السمسار قال لي في النور الاول يعني راه من الاحسن يسكنوا تسكن بنت هنايا متزوجه او بدون يعني خدامه في المعمل ولا مهم خدامه على راسها يعني هاد السيد مول القهوه انا هاد السيد مول القهوه لقيت فيه الرجوله عاوني هو ومرته مرته مسكينه هي اللي دخلت لي داك النار اللحم وداك الشيء في الثلاجه عندها هاد الناس هادو ما تيحملوهم حد هادو اللي كريت عندهم هادو ما تيحملهم حد هاد نقول لك تيدخلوا غير الدراري كيكريو غير العزاره ما تيكريوش العائلات انا واقيلا اول وحده متزوجه غنسكن عندهم واقيلا ما فهمتش اخويا لا راه هي اللي عندها الحق اخويا انا التجأت للمحكمه هما صحاب الديور اللي عندهم الملك وعندهم اللي عندهم بوزيسيون يقدروا يمشيو هما يدعيونا حنا ولينا حنا كندعيو صحاب الديور شاد الشيء هذا انا راه خويا راه 4 ايام ما كناكلش الحاجه سخونه 4 ايام تناكل غير ماكله الزنقه علاش اخويا هاد الحقره هادي راه مخلصاك اختي كون ما كنتش مخلصاك قولي لي اختي الله يعطيك السر تخرجي غديري يدك في ودنيك حنا راه كنعرفوا الاحياء الشعبيه تخرجي تشهدي عليا 4 5 د الناس هاد البنت راه ما خلصاتنيش بغيتها تخرج لي من محالي كاينه ولا ما كايناش اخويا باش انت تجي فوق القضاء وفوق اللي كيحكموا عليه الناس نجي تقطعي لواحد ساكن عندك الظلمه راه ما يمكنش راه لا راديم راه فيها الانسانيه على البشر راه لا راديم اما كتقطع لك الضو واما كتقطع لك الماء ولا قطعت لك الضو كتعطيك فتره والاعلان في اعلان في اعلان في اعلان هذيك بامكانها تجي تحيدوا لك في بلاصه وحده ولكن تيقولك الناس لا الظلمه راه حاجه مهمه في في العيش في معيشه الانسان راه الظلمه راه ما يمكنش تعيش بلا بيه اخويا غير الشمع ها انت اخويا غير الشمع غير الشمع عندي 260 دريار في النهار ديال الشمع والشمع اخوتي راه كيدير الخنقه راه كيخنقني باب الدار مفرقعه انا بغيت الراي العام يستجوبوا هاد الناس سيد يدعي يستدعيوهم علاش نتوما ما كتعطيوش وصل كرائي لهاد الناس هادو دابا انا فاش مشيت طلعت هبطت في المحكمه علاش غنخرج عاون قضاء يثبت بانني انا ساكنه في هاد في المحل علاش ما يكونوش دايرين كونترات عقود الكراء علاش نتوما كتبغيو تقبطوا الفلوس وتتهربوا بالفلوس وتتخليوا الجيران بيناتهم يطايفوا طاحت المكانه وما ديجا ناقصين من المكانه طاحت المكانه خاصك تبقى الليل كامله 24 وانت تتسناهم تيجيو لا غد ليه يشعلوا عليك المكانه ناقصين هما ديجا على الضو من المكانه ناقصين داك الريزيرفوار ولا الريزيتور ولا شي يقولوا ليه اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.